السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين آمين. كنت يا سيدنا عايز أسأل، حكم مقاطعة الدول التي تسيء للإسلام ولا الرسول في وقتنا هذا، في حكم الوجوب ولا الاستحباب؟ إن كانت المقاطعة تجدي ولها نفع في زجرهم، إذ كانوا يحاربون الله ورسوله اتخذناها سبيلا لزجرهم لحسم مادة شرهم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياكم.